بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. برحب جميع طالبات وطلاب رياض الأطفال السنة الثانية ضمن قناتي، قناة التربية الفنية، اللي راح أخصصها هي كانت مخصصة لنشر فيديوهات لتعليم الفنون أو لطرائق تدريس الفنون، يعني تعليم المناهج وطرائق تدريس الفنون. هلأ رح تتخصص لنشر محاضرات مقرر الأنشطة الفنية، واللي هي مجموعة سلسلة من المحاضرات يلي ضمن هالسلسلة، أو رح نستهل هالسلسلة هاي لتقديم تصور موجز لكنه شامل عن علم الألوان. الجزء الأول رح يكون من هالنظرية هاي، بتعلق بمزج الألوان والحديث عن نظرياتها العلمية وتطبيقاتها العملية. لذلك بالبداية بقول ركزوا معي وحطوا قدامكم ورقة وقلم لتسجلوا ملاحظاتكم استفساراتكم عن أي ملاحظة رح تورد بهالمحاضرة. بالبداية دائما وكالعادة بمحاضراتي بقدم محاور المحاضرة أو بذكر شو هي محاور المحاضرة مشان يكون الطالب عنده علم بكل فقرة وتسلسل، يكون عنده علم بتسلسل الفقرات ضمن المحاضرة. لذلك أول مثل ما قلنا أول محاضرة حيكون مستويات المزج بثلاث مستويات. المزج حيكون أول مستوى المزج اللي هو رح نتعرف فيه على 12 لون من ألوان بيسموها الدائرة اللونية، بتتضمن ثلاث مجموعات اللي هي مجموعة الألوان الأساسية، اثنين مجموعة الألوان الفرعية الثنائية بيسموها الألوان الثنائية، المجموعة الثالثة اللي هي الألوان الفرعية اثنين أو الألوان الثلاثية أو الثالثية. قبل ما ننتقل للمستوى الثاني المزج رح نتعرف عن الألوان الحيادية، لأنه جدا مهم نفرق ما بين معنى أو مفهوم الألوان الحيادية ومفهوم الألوان الأحادية. الألوان الأحادية المقصود فيها تدرج اللون الواحد اللي هي المستوى الثاني للمزج بمحاضرتنا على اليوم. المستوى الثالث للمزج راح نشوف كيفية دمج الألوان المتقابلة أو المتباينة. آخر فقرة من المحاضرة راح نتناول الحديث عن الألوان الحارة والألوان الباردة. الألوان هي أهم المظاهر الطبيعية تسترعي انتباهنا، وهي أول لغة نتواصل من خلالها مع العالم المحيط بنا، ولذلك هي بنقدر نعدها لغة حسية بصرية، وبنقدر نعدها أحد نفس الوقت نقدر نعدها أحد الرموز اللي بنعرفها من نعومة أطفالنا وبنعرف أسماءها. لذلك دائما بيرتبط اللون الأحمر على سبيل المثال بأذهاننا بلون الدم، حتى اللون الأخضر بيرتبط بلون الشجر. قيس على ذلك بقية الألوان اللي هي مرتبطة بأذهاننا فعلا بمجموعة من الأشكال أو مجموعة من العناصر. لذلك دائما بنسمي اللون هو عبارة عن رمز. مو بس هيك، الألوان هي عبارة عن رموز أيضا. اللون ألوان داخلي حتى بلغتنا اللفظية، لذلك لغتنا اللفظية نشوفها مليانة بتعابير لونية. مثلا بنقول رجل متلون. رجل متلون هو الرجل اللي بتلون مع الظروف. بنقول تعبير قلب أسود هو القلب، هو الإنسان اللي عنده مشاعر سلبية داخله مثل الكراهية والحقد والبغيضة. عنا مصطلح أو تعبير قلب أبيض هو القلب الطاهر المحب للآخرين، القلب ما بيحقد، القلب ما في جواته أي مشاعر سلبية وإنما دائما جواته فيض من المشاعر الإيجابية للآخرين. عنا مصطلح حياة لا لون فيها أو حياة لا لون لها، أي الحياة الخالية من المشاعر، وممكن تنقصد كما يقصد فيها هي الحياة اللي ما فيها عمل ما فيها أهداف، ما عنده أهداف شخصي، اللي ما عنده حياة، ما عند يعني حياته لا لون فيها هي الحياة اللي ما فيها أهداف يشتغل عليها الإنسان، لذلك نشوف إنه ما إلى لون. عنا كمان من ضمن التعابير اللي هي تعبير خط أحمر. عنا تعبير كمان نستخدمه دائما لما بنكون عنا تفاؤل بالحياة اللي هي أحلام وردية. عنا مصطلح السوداوي اللي كل ما دخل بتعبير أو بجملة بيكون له معنى معين. هاي التعابير هي صحيح مو بس بتبين معلومات حسية، كمان بتبين تجارب عاطفية مثل ما لاحظنا بمعنى كل تعبير.
وقت نطلع على الطبيعة بنلاحظ فيها وجود عدد كبير جدا من الألوان درجات متفاوتة، وكل لون مثل ما شايفين بيتميز عن غيره بقوته وحدته. وهي الألوان مو بس بتساعدنا على تمييز الكائنات الحية وغيرها من الجمادات عن بعض البعض، فاللون عبارة عن الصفة يلي بيحملها هذا الجذع، نفترض هذا الشكل أو هذا الجسم اللي هو جذع أو شجرة. فاللون الأخضر هو صفة هاي الشجرة واللي بتميزها عن البقية من الأشجار يلي هي من نفس النوع. لذلك نرجع منكرر، اللون هو عبارة عن الصفة يلي بيحملها الجسم واللي بتميزه عن غيره من الأجسام الأخرى من نفس النوع. بناء على ذلك يمكن القول أن الألوان هي روح الأجسام يلي بتعطيها رونقها وجمالها. مما لا شك فيه أيضا أن الألوان هو مجال يؤثر بحياتنا بشكل واسع الطيف، وبتحتل الألوان منزلة أكبر بكثير مما نتصور. فاللون ملازم لنا بجوانب حياتنا المادية والمعنوية، سواء كان باللباس أو حتى بألوان ديكورات منزلنا. والسؤال يلي بيطرح نفسه أمامنا في معرض حديثنا عن الألوان هو كيف نستطيع رؤية الألوان لهذه الأجسام المختلفة من حولنا؟ فمن أين يؤتى بها لهي الألوان؟ كيف منشوفها؟ والإجابة طبعا عن هذا السؤال بيقودنا إلى مجموعة من الحقائق العلمية. بداية رح نستهل الحقائق وهو تعريف للألوان من الناحية أو من ناحية علم الفيزياء. فيزيائيا بيقولوا الألوان هي ما تراه شبكية العين من انعكاس الضوء على أي جسم أو أي مادة، لذلك هي أي مادة صبغية ملونة لهذا الجسم. إذا برجع بكرر، الألوان فيزيائيا هي ما تراه شبكية العين من انعكاس الضوء على أي جسم. بناء على ذلك نقدر نقول أن الضوء هو السبب الرئيسي وراء حاسة الأبصار. فمن دون الضوء اللي ساقط على أي جسم هو اللي بيعكس لون هذا الجسم للعين. إذ أن الضوء اللي بينعكس على الأجسام المختلفة من حولنا إلى العين لتقوم ترجمة هذا الضوء عن طريق الدماغ ورؤية الصور المختلفة. لذلك السبب وراء ظهور هذه الألوان المختلفة بيعود لقدرة أجسامنا المتفاوتة على امتصاص البعض من إشعاعات هذا الضوء وعكسه على بعضه الآخر. الضوء الأبيض بنسميه، هلا بنرجع بنفرق بين الضوء الأبيض والضوء المرئي، هلا بنحكي شو المقصود فيه بالضوء الأبيض. انعدام الضوء، هلا طالما عم نقول انه الضوء هو السبب برؤية الأشياء، طب هلا إذا انعدم الضوء، إذا غابت الشمس، غياب الشمس هو لا يوجد لون، لا يوجد ضوء، معناتها لا يوجد لون. هذا أكبر دليل انه الضوء هو السبب اللي بيعطي للأجسام الألوان الحقيقية. لذلك بيكون في تدرجات من اللون الأسود والأبيض اللي مسيطرة على العالم المرئي. وقت اللي بنعدم اللون بتسيطر على العالم المرئي، مثل ما ملاحظين بالليل بيسيطر على الوجود ألوان، تدرجات اللونين الأسود والأبيض مع الرماديات. والدليل على ذلك حتى أنه لما نقول شيء لا لون له، دليل على ذلك غياب الشمس عن أي مكان هو بداية الانغماس لهالظلام، لهالمكان بالظلام أي لون. والضوء هو اللي بيجعلنا نشوف العالم المرئي يلي هو حولنا. من المفيد هون انه نتوقف للحديث عن تطور النظريات حول طبيعة الضوء واختلافها على مر العصور. اليونانيون القدماء وضعوا اول نظرياتهم للنظريات المتعلقة بالضوء،
ووصفت معظم هذه النظريات على أن الضوء عبارة بيعتبروه عبارة عن شعاع، أي خط مستقيم بينتقل من نقطة إلى أخرى. فيثاغورس الفيلسوف فيثاغورس حط أو وضع نظرية بتنص على أنه البصر هو نتاج أشعة ضوئية بتنبعث من عين الإنسان بتصطدم بالجسم، الجسم المرئي. فهالفكرة هاي ما راقت أبدا للفيلسوف أبيقور، وعد لذلك نقد هاي النظرية، نظرية فيثاغورس، وعد العكس تماما. لذلك بيقولكم أبيقور إنه أو حط نظرية على أنه نصت هاي النظرية على أنه الجسم المرئي هو اللي بيشع الضوء وبدوره بينتقل للعين البشرية. العلماء العرب طبعا استفادوا من هالنظريات، نظريات اللي حكت عنها الفلسفة الإغريقية القديمة، اليونانيين القدماء، وطوروها، استفادوا منها وطوروها، واكتشفوا ما يسمى بعلم البصريات أو ما يسمى بالبصريات الهندسية، وهي عبارة عن تطبيق أسس هندسية بعلم البصريات المختص بالعدسات والمرايا والموشورات. وكان للعالم ابن الهيثم هو أشهر من طبق البصريات الهندسية، وبنفس الوقت شرح مكونات العين، مكونات هاي العين من خلال رسم توضيحي، شرح من خلاله آلية البصر بطريقة صحيحة، ووضح بأنه هذا الفيلسوف العربي ابن الهيثم وضح أنه آلية البصر هي عملية بتتضمن انعكاس الضوء من الأجسام إلى الأعين البشرية. بنفس الوقت حط قوانين لانكسار الضوء وفسر ظواهر أخرى متعلقة بالضوء، مثل ظاهرة قوس القزح يلي هلأ راح نحكي عنها بالفقرات القادمة. بناء على ذلك فالألوان اللي منشوفها بأعيننا هي نتيجة إحساس الأعين للإشعاعات المنعكسة من الأجسام. ومن هالمنطلق تم رفض الفرضية اللي تدعي أنه الألوان خاصية من خصائص الأجسام. وقت نتحدث عن الألوان، أول شيء بتبادر للأذهان هو ألوان الطيف، وربط هالألوان بشكل مباشر بالضوء الأبيض أو الضوء المرئي يلي هو مصادر هالضوء، هاد الشمس، النجوم، وبعض أنواع من المصابيح يمكن الإنسان من رؤية الأشياء من حوله. وكانت التجربة الشهيرة يلي قام فيها الفيزيائي إسحاق نيوتن على الضوء الأبيض، هاي النظرية يلي سمح من خلالها للضوء بالمرور من خلال الموشور اللي هو وسط شفاف زجاجي له ثلاث وجوه. تسبب لما مر الضوء من خلال مصدر الضوء إجا ومر من عبر هالموشور هذا الزجاجي، انكسر الضوء أو انفصل الضوء لمجموعة من الألوان اللي بتشكل منها الضوء الأبيض، مجموعة من الألوان، عن هالألوان هاي انفصلت عن بعضها البعض من خلال انعكاس كل منها عبر هالموشور هذا. وبيرجع السبب في تحلل الضوء أثناء مروره داخل الموشور إلى اختلاف سرعة الضوء في مادة الموشور عن سرعتها في الهواء. لذلك هالشي هذا أدى لانكسار شعاعات الضوء عند دخوله للوسط الزجاجي بزوايا انكسار مختلفة، فأن جميع هالألوان هاي انفصلت عن بعض البعض بفعل الموشور، الاختلاف مع عمل انكسار كل لون في الموشور. فبيكون انكسار، لنفترض حسب الألوان، فبيكون انكسار اللون الأحمر أصغر من انكسار اللون الأزرق بينفصلوا. لذلك بهذا الشيء هذا بيساعد على انفصالهم عن بعضهم البعض، وبيخرجوا هاللونين هاي أو الشعاعين هاي الأحمر والأزرق من الموشور منفصلين. هاي التجربة الأبرز بتفسير اللون أنا بسميها لتجربة نيوتن.
ساعدت هالتجربة هي بتحليل الضوء الحصول على الألوان الرئيسية اللي بتكون منها الضوء الأبيض اللي بيجي من مثل ما قلنا الشمس، مصدره الشمس أو المصباح ضمن المنازل. تحلل هذا الضوء مثل ما قلنا لمجموعة من الألوان، مثلت بمجموعة ألوان الطيف السبعة، وهي على الترتيب بناء على الطول للموجي من أقصر لأطول: اللون النيلي، اللون البنفسجي، واللون الأزرق، الأخضر، اللون الأصفر، اللون البرتقالي، واللون الأحمر. هاي ترتيب الألوان الطيف. بالنسبة لظاهرة، نرجع هلا لظاهرة قوس القزح اللي حكى عنها ابن الهيثم، ورجع بالقرن العشرين تقريبا فسروها بشكل صحيح. هاي الظاهرة اللي منشوفها بأيام العواصف المطرية، وقت بينزل المطر. عفوا، هاي الظاهرة أحد الأمثلة على تحلل الضوء الأبيض إلى الألوان المكونة له، لذلك تعرف هاي الظاهرة بقوس القزح أو قوس الألوان، فيظهر في السماء عند شروق الشمس مباشرة بعد هطول المطر. والتفسير العلمي لهي الظاهرة، ظاهرة قوس الألوان أو قوس القزح، إنه هي ظاهرة طبيعية فيزيائية بتكون نتيجة تبدد ضوء الشمس وانكساره عند عبوره قطرات ماء المطر الموجودة بالهواء، وبتكون من عدة ألوان، واللي هي ألوان الطيف المعروفة بألوان الطيف: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق الغامق، والبنفسجي. وبيتخذ شكل نصف دائري، وهذا الشيء شبيه، يعني ظاهرة قوس القزح شبيهة بانكسار الضوء بموشور أو بتجربة نيوتن. بالعودة إلى تجربة نيوتن، نيوتن شاف انه هاي الالوان فكر شوي، قال طالما هالالوان هاي هالضوء هذا لما عم ينكسر ضمن موشور عم يتحول لمجموعة من الالوان، طيب نقدر نرجع فكر فيها، بنقدر نرجع لحتى هالالوان هاي اللي طلعت السبعة نقدر نرجعها للون الاساسي اللي هو الابيض. فكر لحتى توصل ل واخترع قرص نيوتن المعروف ب اللي مرق معكم بمناهج تعليم ما قبل الجامعة، يمكن مرحلة الاعدادي. فرسم دائرة وقسمها لسبع أقسام، ودهن كل منطقة منها بلون من ألوان الطيف، ووضع هاي الدائرة هاي القرص نيوتن على مروحة وحركها وشغلها. رح نشوف تطبيق عملي في حال حطينا هذا المربع أو هذا القرص على مروحة وشغلناها، شو رح تطلع النتيجة. طبعا النتيجة انه لونه رح يتحول للون الابيض. فلاحظ نيوتن انما حدث ذلك بسبب سرعة زيادة سرعة دوران تلك الدائرة الموجودة فيها جميع الوان الطيف. طبعا هي من التجارب الحديثة، نيوتن حط على مروحة ودور على ايده، هون مشغول على تيار كهربائي. هلا راح نشوف فرق بين قرص نيوتن هو وساكن اللي هو بيتضمن مجموعة من الألوان سبعة عددها سبعة، أو قرص نيوتن أثناء الدوران بيتحول لونه للأبيض. بنرجع لظاهرة اللون بعد هالتجارب، هي ظاهرة اللون العجيبة اللي تجنب العلماء يفسروها لآلاف السنين، ظهرت وأصبحت محل التحليل الموضوعي المضبوط خلال القرن التاسع والعشرين، عفوا التاسع عشر وبداية القرن العشرين. والنظرية اللي بتقول إنه الضوء هو عبارة عن شعاع ما قدرت تفسر كل سلوكيات الضوء جميعها، لذلك اشتغلوا الفيزيائيين وحطوا هالعلم هذا، علم اللون، على محك بيسموها التجارب العلمية.
وطلع معنا نظرية، أو أشهر النظريات اللي اشتغلت، أشهر الفيزيائيين اللي اشتغلوا على الضوء على أساس إنه هو موجة، هو توماس يونغ. تجربته المعروفة بالشق المزدوج، هاي تجربة عالم الفيزياء الإنجليزي، كانت ب 1727. كانت أشهر أيضا تجارب على مر التاريخ، وتعرف أيضا بتجربة شقي يونغ. تحتاج هاي التجربة لمصدر ضوء وبطاقة رقيقة، إذا ملاحظين فيها ثقبين، هالثقبين هاي مصقوبين جنبا لجنب، جنبا على جنب، وشاشة هاي بتسمح للضوء بالعبور من خلال الثقب ولا يسقط على الشاشة. فإذا كان الضوء عبارة عن جزئيات أو أشعة فبيصير بخط مستقيم، ولن تحجبه البطاقة غير الشفافة، بل بده يكمل طريقه بخط مستقيم، يخترق الشقوق وثم بيسقط على الشاشة مشكلا بقعتين مشعتين. ولكن ليس هذا ما حدث فعلا. فشاهد يونغ نمطا من الأشرطة، بيسموه نمط الأشرطة على الشاشة، بعضها لون فاتح وبعضها لون غامق داكن، وتوصل لذلك بأنه موجات الضوء انتقلت عبر الشقوق إلى الشاشة. ومن هنا من هالتجربة هاي عرفت بأنه طبيعة اللون هو طبيعة موجية مثله مثل الصوت. أما عن كيفية إدراكنا بعد ما تحدثنا عن مجموعة من النظريات والتجارب اللي مرقت عبر التاريخ، بدنا نعرف سؤال جدا مهم اللي هو كيفية إدراك الألوان، كيف ندرك نحن الألوان. فالضوء بحد ذاته هو مزيج من عدة ألوان تسمى بألوان الطيف. هالألوان هاي بيصعب على العين البشرية ملاحظتها إذا بينتهي، أو يصعب على العين حتى إنه نفرق بين لون ولون. فأين ينتهي اللون الواحد وأين بيبدأ الثاني بسبب تداخل الألوان بعضها مع بعض وتشرب بعضها من بعض الآخر. كل الأحوال ألوان الطيف ما بتتضمن كل الألوان اللي بنقدر تقدر العين البشرية شوفتها، أو بيقدر الدماغ البشري يميزها. فألوان الطيف هي المعروفة ألوان السبعة. في عنا الألوان أيضا يلي تحت الحمراء، هاي ألوان غير مرئية. عنا الألوان اللي فوق البنفسجية، هي ألوان كمان غير مرئية. الألوان المرئية هي ألوان الطيف فقط. مثلا عنا برجع بعيد، ألوان اللي تحت الحمراء واللي فوق البنفسجية هني ألوان غير مرئية، أما ألوان الطيف هي الألوان المرئية. والضوء المرئي بيتجزأ مثل ما قلنا لموجات متباينة بالطول وبالاهتزاز، هاي الألوان بأطوال موجية مختلفة حسب ما توصلت إلى الأبحاث العلمية يلي حكينا عن بشكل موجز عنه. وحتى نتمكن من إدراك أي لون، فإنه هاللون هذا يجب أن يكون ضمن طول موجي وتردد معين لحتى تتمكن شبكية العين من امتصاصه وعكسه للدماغ لتحليله. فبيعتمد الدماغ مثل ما قلنا على طول الموجة الصادرة من انعكاس الضوء عن الجسم وتردده. هذا الشيء اللي بسموه بالإشعاع الكهرومغناطيسي لهالإشعاع لحتى يقدر يحدد شو هو اللون. ومن شروط تمكننا لرؤية اللون إنه يجب أن يكون إشعاع هذا اللون من ضمن الطيف المرئي، واللي بيتراوح أمواج أطوال موجاته ما بين 400 نانو متر إلى 700 نانو متر، والنانو متر هي وحدة لقياس طول الموجة. فالأحمر 700 ما بين البنفسجي اللي هو 400. فكل لون له طول موجة مختلف عن الآخر. إذا ملاحظين الأصفر 550 نانو، الأخضر 500 نانو متر. وطول هالموجة مثل ما قلنا بنقاس بالنانو متر، ما كتير مهم وضروري نعرف التفاصيل، لكن العلم بالشيء ليس أكثر.
علم الفيزياء بتشوف إنه اللون هو عبارة مثل ما قلنا عن موجات ضوئية اهتزازية بتدركها العين، وهي الموجات ممكن تطول وممكن تقصر، وعليه فإن اللون هو أكثر من مجرد زخرفة أو زينة للعين، وإنما الألوان هي موجة أشعة الضوء، وكل ما طالت هالموجة اقترب اللون للون الأحمر اللي هو الرقم بين 600 ل 700 أو 750، وكل ما قصرت الموجة اقترب اللون للون اقترب هذا كل ما قصرت الموجة اقترب اللون للأزرق والبنفسجي اللي هو بيكون الوحدة تردد الموجة إلى بين 400 ل 450 نانومتر، وصولا للون البنفسجي اللون فوق البنفسجي من جهة اللون الأزرق، وإلى ما تحت اللون الأحمر ألوان أو ما تحت الأشعة الحمراء أو الألوان الحمراء من الجهة الأخرى. أما عن كيفية تحليل الألوان وتمييزها، هل عرفنا كيف ندرك الألوان؟ هلأ بدنا نعرف كيف بنحلل الألوان ونميزها. وقت اللي بيسقط الضوء، هذا الضوء يلي هو مكون من 7 ألوان اللي هي ألوان الطيف، لما بيسقط على أي جسم كان، هل الجسم هذا لنفترض كان لونه أصفر، فبيقوم هذا الجسم بامتصاص كل الألوان الجاية بالضوء وبيعكس فقط اللون الأصفر، لذلك اللون يلي تمتصه العين هو اللون الأصفر، وبذلك اللون اللي بتشوفه العين هو اللون الأصفر. إذا بدنا ناخذ مثال تاني عن جسم تاني، إذا سقط الضوء على لون على جسم مثل لون مثل جسم البندورة اللي لونها أحمر، فإنه هالجسم هذا أو هي البندوراية لونها بيمتص كل شيء ألوان بالضوء وبيعكس فقط اللون الأحمر لحتى تمتصه العين، لذلك العين ما بتشوف إلا اللون الأحمر. هي معلومة علمية، وهذا الشيء بينطبق على بقية الألوان، والمغزى العميق للتجارب العلمية بيستحق نفكر فيه بشكل طويل، لأنه بنلاحظ أن الألوان مو بس أحد الأمور الأصلية بالأجسام، إلا أن سطح الأجسام كمان بيعكس لشبكية العين بعض الألوان، أي بعض الأطوال الموجية للضوء، وبيمتص البعض الآخر منها لحتى تقوم الخلايا المخروطية بتحليل اللون. في ملاحظة جدا بالنسبة للون الأبيض واللون الأسود، اللون الأبيض لما بينزل عليه الضوء بيمتص كل شيء أشعة إذا مثل ما ملاحظين، بس ما بيع عفوا لا اللون الأبيض لا يعكس لا يمتص أي لون من ألوان الأشعة، وإنما بيعكس ألوان الطيف جميعها للعين، لذلك بنشوف اللون هذا أبيض. أما على عكس اللون الأسود، اللون الأسود أي ضوء بينزل على جسم لونه أسود، فاللون الأسود بيمتص جميع الألوان بالكامل وما بيعكس أي لون للعين، لذلك بنشوف لون هذا الجسم لونه أسود. ملاحظة كمان، دائما نحن بنسمع بالصيف بيقولوا البسوا الألوان الفاتحة وبالشتاء البسوا الألوان الغامقة، ليش؟ لأنه هاي المعلومة العلمية اللي من شوي حكيناها، إنه الأبيض ما بيمتص كل الأشعة، بيعكس ألوان الطيف جميعها، أما اللون الأسود هو بيمتص جميع الألوان، لذلك بالصيف نحن دائما بنركز نلبس الألوان الفاتحة، وتحديدا اللون الأبيض ننصح فيه بأيام الحر لأنها بتعكس الحرارة وما بتمتصها، على العكس من اللون الأسود ننصح فيه بالشتاء، هي الألوان السوداء والداكنة بننصح فيها باللون بالفصل الشتاء بأيام البرد، لأنه عندها مقدرة هالألوان هاي على امتصاص الحرارة أو امتصاص الألوان، لذلك هي بتمنح الحرارة والدفء لأجسامنا. ومثل ما الألوان مهمة بعلم الفيزياء، كمان هي مهمة بجميع مجالات الحياة، وتحديدا بعوالم الرسم والفن، فاللون عند علماء
الطبيعة هي ظاهرة فيزيائية بتحلل الضوء الأبيض، أما عند الفنانين فكلمة ألوان هي معادلة للمواد الصبغية يلي تعتبر وسيط مهم جدا لإنتاج اللوحة الفنية، وهي أهم عناصر هي اللوحة. ومع ازدياد الاهتمام العلمي بالألوان فتح الفن التشكيلي على آفاق علمية جديدة يلي هي مصدر إلهام للفنانين، اللي أتاحت لهم التجريب واكتساب الخبرة. فالألوان باللوحة الفنية بتجسد المعاني المراد إيصالها للمتلقي. فإذا نظرنا أي لوحة مكونة من ألوان مدمجة مع بعضها البعض بطريقة فنية تعبيرية بنشوفها جميلة، وحتى لو كانت تخلو من تكوينات شكلية. فالألوان إلى سحر عجيب بتطفي على اللوحات الفنية، وهي أحد أهم العناصر المكونة للوحة يلي بتسري التكوين الفني ضمن اللوحة بدرجاتها المختلفة وبتناسقها مع بعضها البعض. لهون بنكون انتهينا من الجزء الأول للمحاضرة، بلتقيكم إن شاء الله بالجزء الثاني بفيديوهات قادمة. بتمنى لكم الخير والتوفيق.